ودعمه اللامحدود لنا قدرات بحثية وطنية تنطلق من قاعدة المعرفة والتقصي والاطلاع تجتمع اليوم في الملتقى السنوي السادس الذي ينظمه مجلس البحث العلمي سنويا، حيث احتفل المجلس بتكريم المشاريع البحثية الفائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي 2019 في فئات أفضل بحث علمي للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه والباحثين الناشئين وجائزة برنامج دعم بحوث الطلاب. الملتقى يتم رعايته من قبل مجلس البحث العلمي، وكل سنة الحمد لله الباحثين والجوائز والعارضين في تطور مستمر، وهذا طبعا دليل على تطور الجهود البحثية، تطور الكوادر البشرية من الطلبة من المدارس حتى يعني حملة الدكتوراه، تنوع البحوث التي شهدناها اليوم صراحة دليل كبير على مدى قدرة الباحثين على مواكبة التطور. الجائزة الوطنية للبحث العلمي توزعت في دورتها السادسة على عدد من المشروعات البحثية في مجالات التعليم والموارد البشرية والاتصالات ونظم المعلومات والثقافة والعلوم الإنسانية والصحة وخدمة المجتمع والطاقة والصناعة، فذهبت الجائزة للبحوث من فئة حملة الدكتوراه إلى 5 مشاريع بحثية، منها تدريس في برنامج بكالوريوس علوم التربة وطرق الحل الأمثل لاختيار الدوري للشحنات المطروحة في مزاد نقل البضائع، إضافة إلى إنتاج الوقود النظيف من الزيت النباتي في وجود محفز. أما في فئة أفضل بحث علمي للباحثين الناشئين، ذهبت الجوائز إلى 7 مشاريع، منها تطوير القياسات القائمة على المنهاج في العمليات الحسابية لطلبة الصف الرابع، وتطوير واختبار الحركة والديناميكا الدوائية لمستحضرات ذكية مبنية على تقنية النانو الدوائية، وتطوير طريقة جديدة للغمر بالغاز الكثيف لاستخلاص المعزز للنفط. في هذه الدراسة تمكنا من زيادة لزوجة الغاز إلى مستوى قريب من لزوجة النفط بتذويب بعض المواد الكيميائية تحت ضغط عالي ودرجة حرارة عالية، مما سينتج عن ذلك طبعا زيادة كفاءة الاكتساح وإزاحة النفط إلى مكان من الآبار إلى آبار الإنتاج، وكذلك سيزيد ويحسن من الإنتاج المكمن بإذن الله. فيما ذهبت جوائز دعم بحوث الطلاب 2019 إلى 6 بحوث، منها مهارات التواصل باللغة الإنجليزية وروبوت مرشد سياحي للمتاحف العمانية ومجال استخدام المخلفات السمكية في الأسمدة الزراعية. فكرة المشروع هي أن نستغل هذه المخلفات ونحولها إلى سماد عضوي وأيضا عماني 100%. تقريبا نقسم هذا المشروع إلى 3 أقسام، والقسم الأول هو ابتكرنا جهاز يسرع من هذه العملية، أيضا القسم الثاني هو صممنا أو ابتكرنا تركيبة عمانية من السماد، هي أيضا ضفنا فيه مواد تعتبر أيضا كمخلفات في السلطنة، والجانب الأخير اللي هو شغالين عليه من بعد البحث اللي هو جانب تجاري. الجائزة الوطنية للبحث العلمي تثري البيئة البحثية بالسلطنة وتدفع الباحثين والأكاديميين والطلبة بالسلطنة إلى بذل المزيد من البحوث في مختلف المجالات، وأكد القائمون على هذه الجائزة بارتفاع عدد البحوث المسلمة في نسخة 2019 بنسبة 2% مقارنة بعام 2018، وقد بلغ عدد البحوث المسلمة 162 مشروعا بحثيا. من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يوسف بن سعيد الرواحي.